بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الافتراضي في الريفيل إنك لو في حالة ظهور البوب أب بوكس ذات جماعة، لو ضغطت في أي مكان فاضي بره راح يطلع من، يعني مش راح يتأكتف معاك، راح تطلع منه. أو لو ضغطت وضغطت اسكيب من الكيبورد راح يرجعك ليه، راح يلغيهولك يعني، تمام. لكن أحيانا بتبقى محتاج تضيف الكلوز موديل. علشان تضيف الكلوز موديل هنحاول نتكلم في اكتر من طريقه يعني، تمام. اول طريقه بسيطه، او طريقه ممكن نكون استخدمنا الكلوز بوتنز قبل كده، لكن في السيشن دي هنحاول نتكلم عن طريقه بسيطه تقدر بيها تقفل الريفيل ده بكلمه معينه. طيب كل اللي انت محتاجه علشان تقفل الريفيل في السبيسيفيكيشن بتاعتهم، هم بيقولوا انت محتاج الخاصيه اللي اسمها داتا كلوز على اي عنصر جوه، على اي عنصر جوه الكونتنت بتاع الريفيل يا جماعه. يعني بمعنى لو انا عملت مثلا على الكلمه اللي اسمها على وسم البي، رحت عامل بيست لداتا كلوز ديت يا جماعه، فبالتالي بيجت البي ديت لو انا ضغطت عليها تكفل لي الريفيل. هتيجي نجرب كده ونشوف. لو انا عملت ريلود تمام ورحت ضغطت كليك وعند البي، لو ضغطت، يعني لو ضغطت عند الايه اللي هي مش واخده داتا كلوز ريفيل، مش هيحصل حاجه. لكن لو ضغطت عند البي هلاقيها بتعمل لي كلوز. ده كل الفكره بمنتهى البساطه، لانها واخده الخاصيه داتا كلوز. انا عارف ان ده مش استخدام وظيفي، لكن دي تعتبر طريقه من الطرق اللي ممكن تستخدمها علشان تقفل بيها الريفيل بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.